رحت وما حد سمع عليك يا محسن. كنت متمني تمسكوني بعد ما سلم على الحجة. سد بوزك. أمرك. بس الله وكيلك شعب البيت قريب، خليني مسي عليها. هدو. تحرك. خير صبوحي؟ الفرنساوية تكاتروا مسكوا محسن عمي أبو عزيز. لا تقولها. شوفت عيني. طيب. طيب انطرني هون لألبس وجاي معك. يلا. شو الجرم اللي انت سويته عشان جابوك عندي هون يا حيوان؟ جاوب. جاوب! انتو ليش بدو قتلو اسكح فخنسي؟ انتو ليش ما بتحبوا فخنسيين؟ احنا جينا هون عشان نساعدكو. قولي sans que personne sache. أنا بسامعك. اعترف. مين ساعدك؟ مين وراك؟ مين قالك عشان تقتل أسكح فخنسي؟ إذا أنت بتقولي مين ساعدك ومين وراك، أنا بودك إني بسامعك. قول. أفو. اثنين. اثنين أسكح فرنسي انت قتلتهم. صح. طيب قول لي كيف قتلتهم؟ قول هيك. اسباس دو كريدان. الله ونعم الوكيل. بتعرفي اختي ام عباس، صار لي 10 ايام عم بترف عيني وعم شوف منامات واحد وشوف شو صار. بدك تطولي بالك لك اختي، بدك تطولي بالك. المهم انه عايش ومصيره يرجع. مو مثل ابني عباس اللي على قلبي، اللي انخطف مني وهو بعز شبابه. لك شو بدي احكي وشو بدي اقول. مرات بفيق من نومي بحس انه رجع على جواتي، وبضل بناديله وبضل بناديله وبضل بناديله. بعدين بقرا آية الكرسي وبرجع بنام. الحمد لله الحمد لله. مالك علي مين يا اختي ام عباس؟ اني قلبي محروق على موتة عباس ابنك. كل ما بشوفك بدوب خجل منك، مستني اوعي وبينسلق ايدك لما بتذكر انه ابنك عباس كيف مات وهو عم يدافع عن ابني. بس ابعتلي حد مشان الله تعطيني. اعوذ بالله. يا عيب شو هالحكي. انت حطي عينك بعين الله وسلمي له وخلص. لا اله الا الله محمد رسول الله.